ضربت الطريق شويه ياك بزاف. امتى جيتو؟ نهار دابا تقريبا سيمانه. شي سيمانه تقريبا هكا. واش كاين يا صاحبي؟ هذوك خلي يدك خلي يدك خلي يدك. ما جبير هذيك ياك؟ جبير ولا داير شي؟ هادي بحال الكبس. عرفتها جبيره هي، كنقولوا احنا جبيره هنا. إذا مشاهدينا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم في البث المباشر. اليوم معنا إخوان من منطقة الجنوب، السي سالم حسن وفيصل، تعرضوا لواحد الاعتداء من طرف رجل الأمن والشكاية، موضوع بحث من طرف المديرية العامة. ياك السي سالم دوك الشكايتي من تحت دوك الشكايتي نتا. السلام عليكم. بعدا ثاني حسن، مدينة الداخلة، مستثمر رجل أعمال في مدينة الداخلة، مدة ديال 23 سنة وأنا في مدينة الداخلة. كنت لقى خويا الحال الاعتداء من طرف واحد البوليسي في مدينة الداخلة، كيتكنفس عليا وكيتعدى عليا مدة دابا من شهر واحد لهنا. كنبقى لي مشكل معاه نهار 3 شهر واحد. تلقى ليا في واحد، كان هو غارديان، هو بركادي وغارديان في واحد الباريال تما في الطريق، وتيتاشي في الاستعلامات العامة. واخويا مني هو ما عرفتش المشكل اللي بينه وبينه، انا ما كنعرفوش ديك الساعة. دازوا الناس اللي كيدوزوا الطوموبيلات، ودازوا الطوموبيلات ديالي انا اللي ديك الساعة يلاه دخل من العمل ديالي، كنت في المارشي وانا بيع وشري تما في ديك المدينة الداخلة، بيع وشري فيها تما في الحوت. ودازوا الطوموبيلات ديالي اللي مشارجين الحوت وداك الشيء، والعمال ديالي والشوافر داك الشيء كلشي داز. كيفاش عارف الطوموبيل تاعنا وقفني قال لي بلاصي ويجر الحديده قدامي باش ما ندوش. قلت له السلام عليكم، معك العمراني حسن كذا وكذا. قال لي ما كيعنينيش هذا الوقت هذا فاش تدوز. قلت له مني من الناس؟ قال لي لا ما عدوش، ما تقبلتهاش. كنشوف الناس كدوز كلشي تخطى تا يعني حسيت بحال الحقره. حسيت بحال الحقره، هو راه عنده حساب وانا ما عارفش. فواحد اللحظه وجر الباريال، ما نكذبش عليك تا انا زدت بالطوموبيل، زدت بالطوموبيل، ما قصت وما قصت الباريال، ما قصت حتى شي حاجه. هو دار ليا سكت ليا الطوموبيل، حيد ليا الكونطاك. نزلت قلت يعطيني كونطاكي بحال ما كان ليا، ضربني تم جايين شي بوليس معاه هكا. تما بعد شويه كانوا منا، بعد منا شويه جاو مصابو كيضرب فيا، شدوني هو خبطني ضربني نيت، ضربني وكنت ديك الساعه داير واحد الاكسيدو وكنت مضروب لهاد البلايص هادو. ملي ضربني الكلوه ديالي عاود ثاني تقسحت فيها. في ديك اللحظه اللي باقي كيضرب فيا هو، جاو المسؤولين ديالو، هو جاو المسؤول ديالو رئيس المنطقه وسنترال وواحد الراجل اخر معاهم. قال له مالكم مع هاد السيد؟ هادشي في مدينه الداخله. هادشي في الداخله اييه. ما قال له مالكم هاد السيد؟ قال له راه سبنا ولا مرت طفل عندنا ولا ما عرفت. نقصت واحد المراه والراجل ديالها، قالت له يا ولدي لا يا الناس، هاد الراجل راه ما هو تعدى على هاد الناس، راه هما اللي بطوه وراه تكرشوا عليه وراه ظلموه. صافي عقب ذوك المسؤولين بصراحه عقبوا تاقوا بديك المراه وهادي، بداو كيعتذروا لي انا، وانا ما كنكذبش ديك الساعه كنبكي وكندير. بداو يعتذروا لي، كيقول لهم الاوراق ديالو هادي وكذا، شدوا من عندي الوريقات ديالو يعطوهم لي. هو حقاش، هو ما نكذبش عليكم، انا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالها، لانك السيد كيتحدث المسؤولين ديالو. اقسم لكم بالله، واش يا عباد الله هو اللي كيحقق معايا قدام المسؤولين بحال اني مجرم؟ ماشي مشكل نتجاوز هذا. اقسم بالله كنقول لك صراحه، دابا انا كنشوف كيحقق معايا وابوانتي وكيعيط في الراديو اكري كذا وكذا وكيترجل عليا. انا عقب تحشمت من دوك الناس، حشمت منهم، خليتهم طلبوني مشيت في حالاتي، قلبوا لي الوريقات ديالي، لقاو ورقه التنقل، لقوني بالطابليه ديالي، لي بوردورو ديالي اللي من المارشي اللي كنشري، انا مخرج كندور بالشركه، الوراق ديال الشركه ديالي، بانني جاي من العمل ماشي جاي من بعض
الحوايج اللي ما مزيانين ولا شي حاجه، لانني انا تما مستثمر في هذيك المنطقه وخدامين معايا ناس، راه خدامين 400 ولا 500 ديال البشر اللي كتخدم معايا بعض الوقت، ودابا حاليا راه 300 400 ما كتحيش، لانني انا من الناس تما اللي متعاون في الاقتصاد ديال هذيك البلاد، راه ماشي كنكذب واش شريت التاريخ ديالي راه كيحكم تما. انت بيع وشري تما؟ بيع وشري. اذا معروف في المنطقه؟ معروف في المنطقه، ماشي كنكذب راه شريت، سول لي اي واحد. واش بيناتهم شي نزاع كتعرفوا بيناتكم شي حاجه؟ ما عرفتش هذاك السيد شنو اللي بغا يوصل معايا لهذا الشيء. ما عليناش. في حالتي ديك الليله في الليل الاخ ديالي بغى حاشاك بغيت نقول بلت الدم، نط الصباح مشيت درت شهاده طبيه، شافني الطبيب عطاني 21 يوم، بقات عندي ديك الشهاده الطبيه. ما بغيتش نتواجه مع الناس ديال الامان، والناس ديال الامان الله يعمرها دار، وما بغيتش نتواصل ونتوسخ مع الدوله ديالي في المشاكل وكذا وهادي. بعت بقات واحد المده ديال 20 يوم، هو ثاني في ما بقى كيبتزاز كيدير شي حركات اللي ما يعجبو حد. واحد النهار مريح انا واش الاخوان في الرمبه ديال الحي السلام ديال القهاوي، ديس كيتهدد عليا قدام الناس، ورجع ضرب ديميتور ثاني ورجع كيتهدد عليا. الناس كاين تما قال لي حسن هذا راه عيدر لك شي مشكل وراه عينو خارجين عليك، حاول دابا عيط المسؤولين ديالو يجيو هنا، ولا ما تفرخش مع هاد الناس اللي طيح عليك شي باطا. فعلا ركبت في طاكسي اخويا ومشيت للكوميساريه عند الناس المسؤولين ديالو، ما لقيتهمش. لقيت واحد قلت له ودي في سميتو تما، قلت له راه السيد تعدى عليا واش قلت صافي حسن سير تاعنا حنا راه نعيطوا ليه وغنهضروا معاه. واخا هكاك رجعت ثاني عند الحلاق بغيت نحسن غير وجهي، لقيته واقف ليا قدام الحلاق وطونوبيلتو، وراه شهدوا الناس في واحد اللايف درتوه، اللايف باقي عندي بالفيديو اللي كيشهدوا مده ديال الناس اللي باقيين كيشهدوا في داك اللايف اللي كنت درت. ومني درت داك اللايف شافوا الاخوان العائله ديالو واخ ديالو خو يعني الاخ ديالو صاحبي وانا ما كنعرفوش بلا راه خوه، وجا عندي قال لي واش انت مع الاخ ديالي قلت له واش خوك، قال لي قلت له يا ودي راه تكرفس عليا واش داري قال لي بصح فيا، قلت له شوف مني جيتني انت راه واخا يكون ميت فيا ولدي راه التعزيز عندي صافي الله يعاون. عقب عيط لي هو جابو عندي ماشي ثلاثة ديال الليل، قال لي ها ضربوا في التليفون قدامي وقال لي تعديتي على خويا هذا راه خويا وهادي. عقب باس لي راسي وتسامح معايا قدام الدار ديالي، ومن ديك الساعه ولا الاخ ديالي حتى هو ولا كنحسبو انا خويا. فديك اللحظه وليت دير خويا ما كيتفرقش معايا، ولا وليداتو يجيو عندي انا نمشي عنده هو يجي عندي، كيسافر معايا للداخل لهنايا راه عندي فيديوهات في الدار ديالنا ذابح ليه ومكبر ليه مكبر به هنا في قناه سراغنا، ما مخلي به تمدينه هنا في المغرب، كانت سارى به طونوبيلاتي وما طونوبيلاتو اي بلاصه كندي معايا، وانا عندي الدليل بكل شيء بالتصاور بكل شيء، هادشي ما كنكذبش عليكم فيه. المشكله فين ندير انا راه السيد ولا كيخلق لي شي مضايقات في الخدمه باش يقول لي نفك لك مشكلك. هاد العراقيل ما كانتش عندك من قبل؟ لا ما كانش عندي من قبل نهائيا ما كانش عندي، ولا كيخلق لي ما سميتو باش يشد مني الفلوس باش يفك هاد المشاكل. ما هي مشاكل هي وهميه فنرضي. فهمتي بحالاش؟ ما عليناش باش نسكتو هادوك باش نسكتو هادو باش نديرو هادو، انا راه ما عنديش علاش نخاف وما كنديرش نخاف، خدام قانوني وكل شيء مريكل كل شيء هو هذا، غير انا كندير خاطرو. فهمتي بحالاش؟ بحال دابا انت صاحبك قال لك راه نعطيو لك هذا وكذا ما قدرتش تقول له. ما عليناش. المشكله فين عاد تطور، وهو فواحد اللحظه جا سكن عندي واحد البنت اللي معاه لا علاقة غير شرعية، سكن عندي في واحد العمارة سكنوا ولاو كيخلقوا لي مشاكل في العمارة، وأنا كنقول هذا الشيء وكنتحمل المسؤولية. أنا كنتحمل المسؤولية وكنتمنى من السيد الحموشي الله يطولنا في عمره، أنا بغيت هاد المشكل يتحل على الفرقة الوطنية اللي عندنا فيها الثقة، بغيت يخرج يحقق وعندي كاميرات يراجعوهم هما باش ما تسماش انا كندير تشير ويشوفوا واش لانني كنكذب عليه نتحمل المسؤوليه. اللي كيخرج هو وياها معانقين وكل شيء هو وياها وهابط هو وياها والعماره فيها الشهاد بان كيشرب هو وياها تما وكيحيح في الدار عندي. ومني قلت له خويا هاد السيده راه خاصها تخرج، راها خسرت السمعه ديال العماره وداك الشيء. فعلا قام خرجها من العماره ومشاو تحولوا، وبقى كيهضر معايا ولا بيخلق لي مشكل. المشكل اللي خلق ليا وهو مشى صيفط ليا واحد السيد اللي راه معايا، هو عاد يقول لك هرمت الحق، قال له بغيتك تضحى ليا لواحد السيد راه كله فلوس عندي منه الفلوس
هالطريقه اللي دير له وراه الطوموبيله ديالي فين بلاصتها، كنت حطيت الطوموبيله ديالي ومشيت للحمام وقال له راه الطوموبيله ديالو سير كسرها ولا هرسها ولا دير فيها شي حاجه، ومن يجي سبو وين فيقيسك طيح، وانا راه نكون بعيد غير بواحد شويه فحط الطوموبيل كليو، قال له انا ساعه نوقف وغنهزك عندك السويطار غندير لك العمليه وغنتصرف. ما عليناش داكشي اللي وقع، جيت اخ ديالي من الحمام راه عندي الفيديو فهاد الشيء، عندي الفيديو كما كنقول لكم انا كنتحمل المسؤوليه فهاد الشيء، عندي الفيديو هو كاين عندي هنا، ها هو عند الاخ عندي فيديو بلا كي اون فوا جا السيد دار العمليه نفذها كما هي، السيد قصو انا طاح ما ضربتوش ناض، اللحظه اللي بناض هاي الكليو وقفت نزل منها السيد البوليسي اللي قلت لك نزل منها، نزل منها السيد توقف البوليسي هو يصيفط لي واحد البنيه، انا صيفط طرش للسيد طاح السيد، مني كنقول له السيد سكران خاصني ندوز للسبيطار تيقول لي لا ولا واش انت انت انسان رجل امن وتهرب في طوموبيل واش انت اشنو داير عصابه بارتاجي كتسمى مافيوزي بوليسي اشنو انت انت اللي خاصك توقف وتدير وتعيط انت تعيط للبوليس ويدير هادشي هادشي بنادك يعني على حسب ما استنتجت لا بدا فيه الابتزاز يعني كيبني بغيت عقل الابتزاز ابتزاز نقول الابتزاز ما عليناش عقب ككرا شاده كاميرا وهالفيديو هو عندي في السيديه وراني راني درته في السيديه ودرت يعني التواجد ديالو في وقت وقت هذاك ما كملاش دقيقه ولا جوج دقائق راه السيد كيحنص فينا من ليه وقف داكشي ديال المافيا طلع حبس سميتو الطوموبيل ديالو بغى يهربوا انا كنقول لهم ولا ولا ما تهربوا ردوني انا بحال راني تابع سيد ونضرب وانا غير كنقول لهم ما تهربوش الراجل خليه يجيو البوليس بقيت كوسطه ديالي عاديه باش يجيو سميتو فعلا عقب مني شديت السيد قجيتهم واش نطلقوا بجا كيطلف فيا كيقول لي راه العائله ديالي راه العائله ديالي انا مني كيقول لي العائله ديالي قلت خليته خليته صافي هزوا في الطوموبيلات داس نعسوا في السويطار انا كنتسنى السيد غادي يجيو يعتذروا مني وغادي يجيو يقدموا الاعتذار لهذا كنسمع راه السيد راه داه حيد دار السيد كان داير اكسيدو وتقريبا ما عرفش بالضبط شحال من شهر قبل من داك المشكل قبل من هذا المشكل اللي وقع كان كيقولوا راه كتفو باقي في كوكلو كتف ديالو اليمين داه فاهم مع الطبيب داروا بلا ان الضربه باقا جديده شدوا طبيب شاطي فيه 60 يوم جا قاد المسائل كل شيء الاحسن ميرام جا قدم الشيء للبوليس وجا راسو وهز الفيديو من الكاميرا بلا اذن ديال النيابه العامه بلا اذن ديال شي حاجه ديال السبيطار جا راسو هو الكاميرا ديال سميتو وهز الفيديو قطع الفيديو هز منه الضربه اللي ضربت منه من السيد وخلق لي ضجه ومشى للجرائد ديال ولاد عمو تماك يعني من المنطقه دوك الجهويات ديك الجرائد ديال ولاد عم ولاد القبيله ديالو تيدراريين القبيله ديالو هذوك الدراري اللي كيكتبوا هذوك الدراري اللي كيكتبوا وداك اللي كيكتب له اللي كيكتب له اللي كيكتب له راه هو اللي كان معاه في الطوموبيل اللي جا ضربوا ولاد العمه ديالي هو اللي سيك سكودا الكحله هذاك حنا احترمنا الناس ما بغيناش نجبدوه قلنا مشكلنا مع واحد ما بغيناش ندخل المشاكل حوايج اخرى يعني الحزمه كبرات وراه هو اللي جا هذاك هو اللي سيق هو اللي سيق بالبوليسي هذا الصحافي وراه هو دعمه وانا كنتمنى من الفرقه الوطنيه لان كيشوهوا في السمعه ديالي وكيقولوا لي انا ما مزيانش وان انا كان كيقولوا انني انا خدمتي مشوهه ولا خدمتي شي حاجه انا كنتحدى اي واحد يلسرني ما نسمحش له تن عند الله لان كنخدم شي خدمه مقتربه القانون غادي يرجع لك غادي يرجع لك السي حسن انا غنشوف مع السي سالم السي سالم باقي ما كملش لك الله يحفظك باقي شي حوايج مهمين غادي يرجع غير يرجع لك ناخذ معاه غير يعني واخ بايجاز السي سالم واحد شويه خليك خليك السي حسن خليك مرحبا السي سالم كي داير بخير يعني كيفاش دخلتي لهاد ولد راه كنت استغلها فرصه لقاني قال لي انا عندي المهم بغيت تكسر لي هذاك الراجل انا ما براسي عندي تابع الماده ولا تابع شي غرض ولا شي يا غير هو تابع مصلحه فين منين نض وقع المشكل نض هو قاعد كيبني عليه بصح داك الشيء اللي بغاه هو وصلو منين وقع ليه المشكل معاه نض هو مشى مع كان كيتعرض للتحريض يعني كنت كتحرض المهم كان تحريض وكاين هما اللي سميتو التحريض ومنين نض ملي وقع المشكل نض هو بدا مشيت للسبيطار ونض هو ساكن معايا في السبيطار ما يمرق ما والو كيمشي يرجع يقول بواحد من العائله ملي مشى معايا للسبيطار نهار اللي جا الاخ عندي قال له يا ولدي مرق هذاك السوق الاخ مسالم باغي الصلح هذا الراجل انا ما عرفته ولكن بديت كنكشف نعرف خوتو نعرف سنت جا هو ولا كيحرضني عليه
العائله كامله اهلي وخوتي ولا يحرضهم عليه. لا الشلح خاصك ديروا له ما تنزلوا له، الشلح خاصو يتربى، الشلح خاصو يخوي البلاد. هم الاخ قالوا بعد من المشكل راه ما غادي يعجبك الحال، انت راك تلعب شي حوايج بعيد عليك. هذا الاخ ديالك؟ الاخ الكبير هو اللي عندي انا كاع اي مشكله وقع لي مع شي واحد الداخل والله هذه من الناس الكبار ومن الناس اللي منتخبون وهذا مهم. منين كيوقع لي مشكل كيعيطوا له، هو اللي كيفكني معه. انا الراجل انا مولي حتى انا مولي باش قصدته سوء التفاهم، ولكن مهم علينا هذا الراجل بدينا نبغينا نصلحوا مع المشكل وهذا، وكيجي يحرضنا عليه. قال لا الشلح راه كيقول فيكم وانتم ماشي مزيانين وهذه. نهار اللي علم كيمرق من عندي بساعه نص ساعه هو عندي، قال لا انتم درتوا له تنازل، قال لا هذا هو ما كيحترم الخوادل. انا اللي بقى فيه الحل شنو قال لك حرفيا؟ كيفاش قال لك؟ حرفيا انا هذاك الاخو انا كنا كنحترمه راه ما غادي يوصلوا شي مني، ولكن منين ما احترمه جا للدار علم بالصالح ناض هز واحد الفردي اكحل والقبضات ديالو من جناب قهوي قال لك والله شتي الشلح وسط الدار. وسط الدار ومع الدراري خو بنت اختي واختي فهم. ناض هز المدفع قال لي شتي هذا المدفع، والله الحمال حتى نخوي سميت وشت هالمدفع والله نجبرو دابا النهار اللي طاح حسن ورشاق. قال لك دابا 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 نجبرو ونتيري فمو نخوي البلاد الحمال خاصو يخوي. اودي اش بينا حنا مع حمال؟ انا ماني نقدر هذا السيد وقع لي مع سي تفهم صالح المشكل ديالنا. هو شي يعني اش دخلوا فينا يدنا فيتنا؟ اش بغى عندنا؟ اش بغى عندنا؟ اش بغى عندنا؟ واش جبدوه كنهزو معاه؟ جبدوه هنا تيا وداروا الشكاره مولي كحلة مولي كيجبدوا بحال هكا وكيعدلوا بحال هكا. اخو هو كحل وقبضته وقهويات فهم؟ هذا هو كيحرضنا على حسن، حسن مولي كيجيهم مولي كيشعلوا علينا. قلتي الناس في اللايف ديال الصحافه قلتي بصمك على شي بصمني على الخاوية اللي جوج ما حاضر. كيفاش جمع حاضر خاوي؟ عن محضر غادي نعمروا لك المحضر وهذه. انا هذيك الساعه صافي منين وقع لي ديك تخرجتي من السبيطار؟ انا واخا ماشي خرجت من السبيطار، عندي العمليه انا وقعت لي اكسيدون في 2000 ومهم اكسيدون قديمه يوم 26 في شهر 12 2020 فهمت. وقعت لي هذا، انا كنت باغي نردها بالتجبيره منين هو استغل هذيك الفرصه باش انه نتسموا الراجل. حنا ما نخونوا ما نغدروا ما شي حاجه، حنا ما نشوفوا الدنيا، راه نشوفوا شي حاجه امام الله. طبيعة الحال حنا احنا ما بغينا اخويا. الانسان هو اللي كيرجع ضميرو ما هذا الراجل ها هو عند خو عند صديق عند الحمد لله وكان ولا ما كان حسن. ربي يخليك. وتلا منين علم التنازل وهذا قال لك لا الشلح شراكم وعدلكم. ويا كان هو هو عطي 30 مليون حنا عاطين 60 الشيك ها هو. كانت سميتو عطي شي حاجه هنا اش بغانا شي انا انسان مسالم حتى انا مسالم بحالي بحال طبيعه الحال. سي سي حد منظور عند شي سوا سي فيصل السلام عليكم. الله يسلمك بعدا مال ديك اليد واحد شويه هنا خويا فيصل الله يخليك. مال ديك اليد؟ هاد اليد اخويا جرى اعتداء ديال هاد البوليس هينيت ها هو اللي تعدى عليا ديال الجبيره. اي اي واش مهرس؟ مفدوع واحد فهمتي واحد فدع خايب. اها شنو خديتي الشهاده الطبيه؟ العظم ديالي هرب من هرب من بلاصتو فهمت؟ تفصلات المده ديال العجز ديال الشهاده الطبيه فيها 25 يوم. اييه واش غادي نقول لك اخويا؟ السبب ديال اصلا هذا المشكل ما السبب ديال هذا الشيء هذا هو هذا البوليسي. اييه اخليك انا نشدها لك باش ما تفهمش. هذا البوليسي هذا انا كنت كنعرفو صاحب ولد الخال عندي حسن، يعني راه حسن من العائله عندي كنشوفو كيسافر معاه. المهم عنده معاه واحد العلاقه مزيانه. ملي وقع المشكل ديال حسن هو ومحمد سالم انا بديت كنكتشف بان هذا البوليسي هذا ما كيقول لحسن انا راه كنجري في الصلح ما هادي كون هاني ما تكون هاني سافر الناس راه الامور غتكون مزيانه على القضيه اللي بينه وبين سالم. كنتفاجئ واحد النهار انا صيفطت شي ناس صحابي صيفطتهم قلت لهم يا ودي حقاش هذاك الشيء بدا كيتعطل فهمت
يعني الانسان ملي تيقول لك انا راه مشيت هدرت مع الناس على اساس باش يديروا له واحد التنازل صافي راه اليوم غدا راه كيتقدر غير صيفط شي ناس انا باش يهضروا مع العائله ديال محمد سالم شي ناس صحابي هو تلقى لهم في الطريق ما خلاهمش عرقل لهم هذاك الشيء ماشي ما خلاهمش يمشيو يهضروا مع الناس و... لان راه شوف احنا في واحد المجتمع مغربي ماشي حسن نقولوا مستعدين يشهدوا وقلب حسن غير بلاش شوف احنا في واحد المجتمع مغربي الحمد لله راه معروفين بالتسامح طبيعه الحال شمس هو عرقل هاد القضيه هادي انا دخلني الشك في نفس ذاك النهار في الليل عيطت على حسن قلت له حسن احنا ما غاديش نبقاو ندقوا في الشرجم ونخليو الباب هكا مشيت عند واحد الدري صاحبي خديت النمره ديال الاخ ديال محمد سالم هذا اللي قال لك انه بمثابه الاب ديالو راه واحد السيد الله عمره دار وتقريبا اش غادي نقول لك حنا من وراء هذا الشيء راه مشينا زرنا العائله ديالو في العيون لقينا واحد 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 السيد الله عمره دار هضرت معاه صافي قلت له ودي الا كاين شي خلاف ولا شي حاجه راه المسامح كريم والتسامح راه فيه خير وهذا صافي سخر الله الحمد لله مهم قادوا له التنازل ديالو وتسامحوا راه دابا ولاو تقريبا عائله وحده هاد البوليسي هذا بحال ما فهمتش علاش تهضر انت مع هذيك عائله باش يديروا السيد تنازل هذا راه ماشي ممكنش جا قال لك وراه ماشي كيقول لي راه قال لي وقبل من هذا المشكل هذا ديال فجاء وقف عليا الطوموبيل ديالو وضربني وهذا راه تقريبا شي شهر من قبلها ما كيشوفني كلمات النابيه و المهم شي كلام ما فهميش قال ولكن الحمد لله عطينا الله واحد الصبر وعندنا واحد السمعه طيبه في هذيك المدينه لان انا راه من انا راه زيده وخلوق في الداخله انا باش هو يقول لي حمال راه غادي نجي نسولو عليه هو غنلقاه هو الطنطن ياك وانا راه زياده وخلوق تما عندي 35 عام انا راه صابكو في ديك الداخله باش يقول لي هذا المصطلح هذا انا هذا راه مصطلح عنصري وحنا الحمد لله راه مع الناس هوية وحده حنا ماشي حنا شوف حنا واحد الكلمه الحق نقولوها حنا كيعرفونا الناس ديال المدينه الداخله كاملين تيعرفونا والحمد لله شوف الصوره ديالنا معاهم مزيانه هاد السيد هذا باش نعطيك واحد الخلاصه وليت العدو ديالو علاش انا نكون سبب في سميتو صافي واش قضيت له الغرض ديال التنازل واحد النهار انا غادي مهم هذا كيفاش وقع لي معاه المشكل نقصت في الصباح غادي للخدمه ديالي حدا المارشي ديال المسيره هو جاي على رجليه انا غادي بالطوموبيل وقف لي قدام الطوموبيل باش يتحرك كلاكسونيت عليه زدت على شي ما هضرش معاه ما والو تقريبا زدت واحد 200 متر ولا 300 متر بحال هكاك شدني سطو كنتفاجئ واحد الطوموبيل سكودا كحله فيها هو وفيها واحد الصحفي ولد عمو انا دابا راه نيشان ايماجيني هادشي راه شنو اللي تيقول لي عقلي انت من هز معاك هذاك يعني انت غادي توقف عليا هو راه كنبغيني انا نضربو ولا انا ندير معاه شي حاجه باش فهمتي يصورني ولا شي حاجه فهمت لانه هو اصلا معروف استفزازي وتيقلب هو انا فين يبدا فهمتي انا تجاهلت وما هضرتش معاه راه عندنا الفيديو كيفاش وقف عليا بغيت نزيد في حالاتي ما خلانيش بقى كيسب شعل الضوء الخضر بغيت نمشي صافي زدت شويه القدام وقف عليا هبط هو يهلا فيا مزيان باش بعصاب واش غادي نقول لك راه تقريبا راه قدام واحد الجامع وهذاك الجامع راه خارجه فيه تقريبا شي 300 ولا 400 ديال البنات كلشي شاد واش كاين شي حاجه اكثر من كاميرا وكاينين شهود ولكن انا الغريب في الامر في هذا الشيء هذا اللي ما فهمتش لحد الساعة تنقول لك أنا كاين عندي الفيديو ومشكله هو حسن ومشكله هو ماد محمد سالم ودبروا راسهم وأنا واش أنا متعدي عليا وكاينة كاميرا وكاينة شهود وعندي شهادة طبية في مدة العجز ديالي 25 يوم والسيد هذا باقي تيدور حدايا واش أنا ما عندي نفس درتي الشكاية شكاية السيد وكيل الملك عندنا الشكاية عند وكيل الملك بالداخلة وعندي حطيت واحد الشكايه في المفتشيه العامه للامن الوطني ووحده في النيابه في الرئاسه العامه ديال الامن الوطني في الرباط تفاعلوا ولا مازال واش
المهم عطاونا غير الروسي باقي ما 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 يعني في طور البحث. واش دابا انت واحد 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 شاب بحالي انا واش نهضر في المنطق؟ يجي واحد غير يتعدى عليه اشنو هو بوليسي انا مواطن؟ واش انا ملي نشوف هاد السيد انا اللي معدي عليا وجالس كيتقهوى وتيضحك وفرحان وهذا شنو؟ واش ماشي عيب؟ راه حنا في دولة ديال الحق والقانون. طبيعة الحال سي حسن بالكم مضى حق المرأة وطالب وكانت شوف وانا حاس ان الشكاية غادي تفعل ولا بطول التفعيل فهمتي لا اقل ولا اكثر هي مسألة زمنية سي حسن. عندك شي مضيفة سي حسن باش نختم الدبات هذا؟ ها الراديو ديالو هذا هادو الوثائق ياك الوثائق ديالو هو راه ما قدرش يشوف الله يخليك بلا ما تقرب لي باش بين السميات ها الراديو يعني احتراما ديال الكسر الكسر ديال ايدو ايدي راه مفصول اييه شد شد هكا شد هكا هادو هما الشكايات ديالك وعنده شهاده طبيه فين هي الشهاده الطبيه؟ شهاده طبيه ها هي اللي فيها 25 ديال العجز ياك 25 يوم اسمح لي استاذ ها هي 25 يوم اييه المهم سي حسن شي ما تضيف اييه رساله ختاميه ولا من كتوجهها بشكل مباشر؟ كنوجه هذه الرساله الرجل النزيه العظيم اللي عمرها دار وكلشي كنشكرو ماشي غير انا هو السي الحموشي الله يجازيه بخير اللي بغات نوصل ليه هو هاد هاد هاد, هاد المشكل بغيت يحيلو على الفرقه الوطنيه وبغيت باش تاخذ الاجراء كيف ما هو تاخذ الاجراءات كيف ما هي واللي دار الدم تسهل العقوبه كيما كيقولوا بعض الجرائد ديالهم لمصلحه العائله الجرائد ديال العائله ماشي ديال الداخليين او ديال المواطنين كاملين ديال المصالح العائليه انا كنقولها الجرائد ديال الداخله بعض الجرائد ماشي كلشي ما جرائد ديال مصلحه العائله يضامنوا يكتبوا على واحد وخا يكون حاجه ردوا شبكه في الشارع انا كنقول لك هذا الشيء كاين علاش مشيت كيشوفوني مرارا وتكرارا وانا كنطالب باش يتسامحوا لي ما يسامحوش ليا ماش علاش ما يسامحوش ليا وما يتصنتوش ليا لانني انا داخلي كيفاش داخلي واش راه مغربي واحد كيفاش داخلي داخلي خارج لا هما هويه وحده ارض وحده رايه ولا لا كان ضر دوك الجرائد ديال ولاد عمو ديال ولاد عمو هذه مساله في حسابات لا اقل ولا اكثر علاش بالضبط ما يستمعوا لاي واحد من هذا المنبر كنتمنى شوف تي في والجريده ديالكم وكاع الصحافه بغيناهم يشاركوا معنا في ديك البلاد اللي باقي المواطنين ضايعين في الحقوق ديالهم لان الجرائد تما ديال العائلات كنقولها علاش هذوك الجرائد كيقولوا ما كيكتبوش لي انا ما صاب لي كتبوا لي ومنين انت كتكتب على رجل الاعمال حسن العمراني ضد الفريقو الفلاني ما ديروا المناير ما ديري كذا وكذا وكذا ديك الساعه كنت راجل نزيه ومني داز بعوت عمك وليت راجل خبيث كنخدم شي خدمه اللي ما هي صالحه وانا كنتحداك حتى وكنتحدى المسؤولين الا انني كندير شي حاجه خايبه الا الناس كتعاقب بواحد في المية انا بغيت نتعاقب بالمية في المية ملا كندير شي حاجه اللي ما هي صالحه وانا غنتابعهم هما اللي كيحرضوا اللي كيشهروا بالاسم ديالي وكي كي 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 كيشوفوا في العمل ديالي النازيه اللي بزاف عليهم باش يوصلوا العمل ديالي ويوصلوا المعامله ديالي والحلال ديالي الطيب اللي كندخل على وليداتي انا واللي كيدخل الحرام راه ما كيديرش الصدقه انا كنضرب حرقه اسمح لي الله يرحم والديك بالعكس سي حسن هذا حقك المهم اللي بغيت نقول لك ان الجرائد اللي كيكتبوا ليه راهم ولاد عمو تي دراريين ولكن ما ياثروش يعني في مجرى التحقيق لا انا كنتمنى من المسؤولين من الناس اللي كيسمعوا ولا سميتوا يعرفوا بلا راه الجرائد مصلحه العائله هذا تحقيق دابا وانا انا كنتمنى من الحسيد الحموشي يدير تحقيق في هذا المشكل يعطي الفرقه الوطنيه وانا اللي نظالم كيقولوا تالق لنا تشويه هذاك تيشوه لنا في ولدنا ولا كيدير لنا في خونا ولا كيدير لنا في هادي انا كنقول لكم عندي الدليل لا كنزيد تقولها عندك انت انا عندي الدليل في هادشي اللي كنقول لك كنتحمل المسؤوليه ولا ما كانش فيديوهات وكاميرات وكان هادشي واقع اللي كنقول لكم انا بغيت نتعاقب داكشي كلشي عندي هو انا هو في الطوموبيل عندي هو كلشي في الطوموبيلات كلشي فرقوا انا حقاش راه ولاو عصابات راه وليت خايف انت اللي تقعد في التليفونات وليت خايف انا راه بنادم
راه نقول لك راه حق الله العظيم انا بغيت يجي يشوفوا هاد الضابط هذا راه جا راه مقفط هنا بحال بحال الشمكار كيدق لي في الدار وخطفني هو سميتو داوني تلجت الفارو وانا كنطفي ما تنقول لي ودي راك تود العائله راه ما باش نتخاصم معاك راه ما باش نتخاصم معاك ما باش نتخاصم معاك غير لعب وردوني واش كنقول لكم كاين وكاين الكاميرا وكاين كلشي انا بغيت الفرقه الوطنيه ترجع لسميتو ديال الكاميرا عندي ونعطيو يبحثوا في هادشي ولا ما كانش انا بغيت نتحمل المسؤوليه علاش واشرفه والناس وجلاله الملك واسلم وشي الله يجزيكم بخير واعطيو هاد لافير الفرقه الوطنيه راه هادشي راه الظلم راه الظلم راه الظلم راك حيدون شوفي الا ما كناش حنا مغاربه حنا وكنسانا 23 عام في هذيك الصحراء في هذيك الداخله راني بيع شري من الكبار وراه خدامين معايا ناس اللي هز عائلات راني وليت كنفكر ملي كنشوف هذا العام ديال هاد المشاكل وهاد الشيء اللي وليت كنشوف من هاد السيد راه صافي راه ما تليت انا لن ما نخوي ديك البلاد ولا نخوي هاد المغرب صراحه انا كنقولها ولكن راه ما قادرش نفوت بلادي وما قادرش نفوت مالكي وما قادرش نفوت الامن ديالي وما قادرش ندير ولكن الله يجزيكم بخير انا نحاول نبقى فيكم ديروا تحقيق وسمحوا لي انا انفعلت راني كنشوف من الله يسمح لي نكمل لك تحيه للسي حموشي ولجلاله الملك الله ينصره ويشافيه وسمحوا لي وكنشكركم انتم عطيتونا وقت بالعكس حنا لقصنا الراي العام يعني والله يعززكم وكنطلب من المواطنين يتفاعلوا معنا وكنتمنوا ان تحقيق وتحقيق موسع بالموضوع وتيقوا هادشي اللي كنقول راه بصراحه راه ما كاينش الكذوب راني ما جيتش باش نصاب ولا نشد منه فلوس باش دير لي تنازل ولا دير ما جيتش باش ندير هادشي انت كتطلب دابا غير الحمايه غير الحمايه هادشي اللي كنطلب وشكرا والسلام عليكم وسمحوا لي سي فيصل شي ما تضيف الطلب ديالي بسيط وسهل استاذي الفاضل انا كنطلب شوف اخي النيابه العامه دير الخدمه ديالها هادشي راه ما ساهل وعادي ولكن الاشاره عندي واحد شي حاجه بغيت نقولها ما فهمتهاش هذاك النهار سجلنا في هذيك القناه هيبه بريس هي ولاحت هذاك الانترفيو وشوفتي في حتى هي سجلنا معاها ولحد الساعه باقي ما باش تلوح لينا غير لا هذاك ماشي مشكل القنوات كاع كيلوحوا شفتي في عندك شي مطيف بالموضوع انا شوف ما عندي شوف هذا الشيء ان شاء الله واللي بغات اللي بغات نوصل لك اقسم بالله ما جاي نضرب مدرج راني ما تليش قادر نرجع اشوف بعدا هو راه في واحد الحاله راه لا شتو تقول مجنون راه كنطلب من المسؤولين يحيدوا لي داك السلاح راه يتحملوا المسؤوليه راه يدير شي لاباريه بداك السلاح راه كنقول لك راه الانسان راه كتشوفوا راه واش عباد الله راه واحد الانسان راه هاد الخدمه عنده راه دايرها خضره فوق الطعام كنقولوا حنا راه بلا ما كنضربوا الشمشو الغربان وكذبوا عليكم راه كنقول لكم بصراحه راه انا هادشي غيتبتوا التحقيق سي حسن راه كنقول لك انا وكنتحمل واش بوليسي باللحيه ديالو وكنكون معاه انا وكيعيط وكيكتب تخاصمت مع فلان ومع فلان كيقول يعيدوا اللحيه وانا هاد البوليس عندي باباها وانا شحال ندير وانا شحال ندير وانا شحال ندير يعني اللي هذا نوصل لكم اش راه كلشي كاين كلشي كاين وغتصاوروا سيروا شوفوا بلا انك يضرب اللحيه ديالو وانا راه شوف اش نقول لك اقسم بالله الى التعدو والظلم راه كاين في ذاك الراجل راه ما كنكذبش والله يجازيكم بخير بغينا المسؤولين يتعاونوا معنا ولك لا عندنا شي حاجه بعد الدين بهذا الراجل بغيت نتعاقب انا اللي كتعاقبوا الناس 1% انا بغيت تكون دوبل وليا 100% لان لم عدينا عام عطيو لي 100 عام الا غنسيت معدي عليه في شي حاجه ولو هضر في غير النميمه ولو ديروا شي حاجه ولو غادروا في شي حاجه ولا ما دير ليه ديالو ولا حاقر ولا دير شي حاجه انا بغيت شي مبرر يجيبوا المسؤولين درتوا فيه انا كلشي انا المجرم انا اللي ما نسواش وسمح لي يا راه بالعكس سي حسن اذا مشاهدينا الكرام كنتم مع قصه حسن وفيصل وسالم من مدينه الداخله احمد سالم طبيعه الحال السي احمد سالم نتمنى انه تاخذ مجرى تحقيق وتحقيق موسع السيد كيطلب انه تدخل الفرقه الوطنية من النيابه العامه في الداخله دير الخدمه ديالها راه ما دايرهاش الخدمه ديالها بغينا داك السيد واش عباد الله السيد دابا تقريبا 20 يوم والسيد ها هو يدو ولا تبغى تبرا وهو مازال ما تسيدعش مازال غيكون خير يكون خير شوف راه مساله روتين عادي هذاك راه اجراء مسطري ولكن ضروري يعني غيتفصل فيه واش السيد شنو هذاك المسطر غتلاح ما يمكنش ولكن غير مساله وقت فهمتيني وكنظن ان راه غادي تحرك لانك طلبتي انت تحقيق موسع وضعتي شكايه بالموضوع
فهمتي، لدى السيد المدير العام وكذلك لدى السيد رئيس النيابه. فنتمنى انه تفتح تحقيق وتحقيق موسى. الى هنا نأتي نهاية هذا البث المباشر، الى الحين اللقاء بكم في بث اخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.